اتفرج دوري عليك كتير وقت كتير وخبرات كتيره، زي ما شفنا نموذج عبد الله السعيد وناصر ماهر يعني الفكره دي، وقبل كده بن واحمد شرقي حمدي واحمد حمدي وناصر ماهر ومحمد شحاته طبعا، حتى لو صغار في السن فرعوا. بس تواجد وفي المنتخب دايما ده لا بيوفر عليك وقت كتير. وارجع بقى بالسنين، انا اقول لك على حاجه، في جيلكم مثلا كابتن ابو العيله في طفره اتعملت في الزمالك 4 سنين لن تنسى، اللي هي من 2000 2004 2004. عارف ليه؟ بص العناصر اللي جت كانت مين من 99؟ دوماني، عبد اللطيف الدوماني كان لعيب لاعب منتخب، دولي، واحمد صالح كان لعيب دولي، وبعدين جه حسام حسن، وجه ابراهيم حسن، وجه وليد صلاح، وجه تامر عبد الحميد، كل دول دوليين ففرقوا جامد جدا، وجه محمد عبد الواحد من المنتخب الاولمبي بعد والحسن كده، محمد على فكرة كان والحسن برضه منتخب محمد كمان كان في المنتخب الاولمبي بس ما كانش ليه الحظ وكمل. لكن العناصر دي فرقت كتير قوي، محمد عبد المنصف، كل العناصر اللي جت، زائد بقى كان الجيل كنت انت، وكان في طبعا ايمن عبد العزيز، طارق وكان السعيد في طارق السعيد وطارق السيد وكلنا عبد كنا الواحد. دوليين. فالفريق عمل 4 سنين ما حصلوش. دايما نصيحه اقولها، ما تراهنش الا على لاعب الدولي. اصل انا هقول لك على حاجه وهقولها تاني، ليه لاعب الدولي بيفرق؟ في كام مدرب موجود جه مرة على منتخب مصر في السنين الأخيرة؟ 5. حسام حسن دلوقتي، انفنتينو، كيروش، إيهاب جلال، فيتوريا، وإيهاب جلال وحسام البدري، دول في آخر 3 سنين. 5 مدربين. كل مدرب لما بيجي بيعمل إيه؟ بياخد في كل مركز 3 لعيبة تقريبا. أنا عيني هتشوف، او احنا هنتفق مثلا بنتكلم على مركز باك رايت مثلا، هنشوف احنا الاثنين هنتفق على اللاعب رقم 1 ورقم 2، هنختلف على 3 ده غالبا. يبقى الاختيار شمل كام واحد كده؟ شمل مثلا 7 او 8. احنا اتفقنا على 2، لكن التالت انا هختار واحد وانت هتختار واحد، وحسام البدري واحد، وحسام حسن، وهكذا. طيب الناس دي عملت ايه لما جت؟ اتفرج على الدوري المصري، نزل شاف ماتش 2-10، تابع مع مساعدين. كيروش عمل نفس الشيء، اللي بعديه عمل نفس الشيء، وهكذا. فانت بتيجي كانك بتقول لا دول ما لهمش قيمه، لا ده انا شايف لعيب مثلا في البلديه ده افضل من دول كلهم. يعني صعب قوي. ولذلك ارجع كده بالتاريخ، صعب انك تجيب لاعب محلي وينجح. يعني انا ما لا تحضرني الذاكره ان انت جبت لاعب ما عندوش خبره دوليه، خبره دوليه سواء منتخب اولمبي او منتخب اول، واخترته نتيجه اختيار انه عمل ماتش لا فيه تغطيه صح ولا فيه تقفيل مساحات ولا فيه ضغط على الخصوم ولا ولا ولا، فبتجيبه فبيطلع صفقه غير ناجحه بصراحه.